تجاوز فريق بتروجيت كبوة الخسارة على أرضه أمام الاتحاد السكندري في الجولة 21 للدوري المصري يوم الأحد الماضي، واستهل مسيرته في كأس الكونفدرالية الإفريقية بفوز ثمين على مضيفه الغزال من جنوب السودان بهدف دون رد عصر الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة. بهذا الفوز بات تأهل الفريق البترولي للدور الأول للبطولة مسألة وقت في انتظار الذهاب بعيدا في مشاركته الثانية بعد أن ودع البطولة من ثمن النهائي في مشاركته الأولى عام 2010، وذلك بعد خسارته بصعوبة في مجموع اللقاءين أمام الصفاقس التونسي. وصيف هذه النسخة: بتروجيت الذي تأسس عام 1980 وقدم مستويات ممتازة منذ تأهله لدور الكبار قبل 9 سنوات، بدأ مسيرته هذا الموسم بشكل متواضع مع مدربه الكبير مختار مختار الذي فضل الاستقالة بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الرابعة، تاركا المهمة لزميله السابق في الأهلي رمضان السيد الذي حقق نتائج رائعة في بداية مهمته عندما قاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات في أول 9 مباريات في الدوري، ثم تراجعت نتائجه نسبيا بداية من الجولة 14 بخسارة ثقيلة بهدف لـ4 أمام المقصة، وتعادل مع الجونة وهزيمة أمام الزمالك قبل أن يستعيد عافيته مجددا ويحقق 2 تعادلين بطعم الفوز مع الأهلي وإمبي، وثالث ثمين مع اتحاد الشرطة بالقاهرة، وفوز ولا أغلى على وادي دجلة خارج الأرض في الجولة 20. زملاء المخضرم أسامة محمد حصدوا 30 نقطة في الدوري أعطتهم المركز 8 بين 20 ناديا، وبلغوا ثمن نهائي كأس مصر بهدفين في مرمى بلدية المحلة قبل البداية الإفريقية الموفقة. عن فوز فريقه الإفريقي الأخير وقدرته على تجاوز العقبة الصعبة في الدور الأول أمام جولي بالمالي في مارس وإبريل المقبلين، ثم الذهاب بعيدا في البطولة التي كسر الأهلي عنادها للأندية المصرية في العام الماضي، عن مدى رضاه عما تحقق في الدوري والكأس وتأثير فترة التوقف الحالية على مستوى البطولتين. عن كل هذا يتحدث رمضان السيد المدير الفني لبتروجيت في الملعب. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، قبل الترحيب بضيفي العزيز، تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني بشان حمايه وتامين المنشات والاهداف والمرافق الحيويه بالدوله والتعاون مع كافه الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه في توفير الامن والامان للمواطنين، بدات عناصر من القوات المسلحه في الانتشار في جميع محافظات الجمهوريه لحمايه الممتلكات العامه والخاصه وتامين الطرق والمحاور الرئيسيه والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، حيث تم تنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ونشر الكمائن على الطرق والمحاور الرئيسية والمساهمة في حفظ الأمن وبث روح الطمأنينة لدى المواطنين. يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الأمنية بكافة محافظات الجمهورية. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بحضراتكم، والناس عارفة قد ايه وطنيتكم وقد ايه خوفكم وقد ايه حبكم، وبالتالي نرحب بيكم لانكم يعني درع لهذا الوطن وحامي الحمى ليه، وده هيثير سعادة لدى الناس وليس غضب ولا ألم ولا حزن من احد. مرحب بضيفي العزيز كابتن رمضان السيد المدير الفني لفريق بتروجيت، اهلا بيك كابتن رمضان. اهلا كاب شوير، طبعا انا سعيد جدا ان بكون معاك يعني. طبعا انا في الاول الحقيقه طبعا بتقدم بالعزاء طبعا للشعب المصري كله الحقيقه. نعم. اعتقد ان كان يوم الامس كان يوم حزين جدا جدا جدا، واعتقد ان ناس كتيره الحقيقه في البيوت يعني يمكن مسلمين ومسيحيين بكوا الحقيقه. صحيح. لان المنظر كان صعب جدا جدا جدا، لكن يمكن الحقيقه الشعب في قمه الزعل ده يعني في الصباح كان في قمه السعاده الحقيقه بالضربات اللي اتحققت في الفجر اليوم. نعم. اعتقد انه
هدتنا شوي. اكيد اكيد آه. اكيد طبعا الناس كان في قمه الغضب يعني، حتى كان في رسائل عنيفه جدا جدا جدا. اعتقد الناس كانت في قمه السعاده في الصباح. نعم. كابتن رمضان، يعني على فكره رئيس الوزراء كان في صملوط دلوقتي، وطبعا بتوجيهات من رئيس الوزراء وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعه، وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الصناعه السيد منير فخري عبد النور، وزيره التضامن الاجتماعي السيده غاده والي، وزير التنميه المحليه عفوا وزير التنميه المحليه اللي هو خالد اللي هو عادل لبيب، وعديد من الوزراء، وتصريحات مثلا لرئيس الوزراء: شهدائنا في الجنه سنتابع باستمرار مطالبهم. كمان وزير الدفاع الفرنسي بيقول: اول دوله تحصل على طائرات رافال، فخر الصناعه المصريه. بيقول: مصري اول دوله، وده امر بيسبب له سعاده. يعني اعتقد انه الدنيا ماشيه والحركه ماشيه. كان معايا ست اللي هو محمد علي بلال قبل ما حضرتك تدخل، قال ركبوا يخت في قناه السويس الجديده ومشوا بيها ما شاء الله، والدنيا بتمشي في حركه، في حاجه أكيد بتحصل أكيد. وكمان لما ينزل رئيس الوزراء معاه ستة وزراء يروح المنيا بالناس يعزيهم، مع طار جالك الصبح مع صفقه سلاح قويه جدا، مع يعني حفر قناه السويس بدات تشتغل، في حاجه بس لازم الناس يعني تساند بقى شويه وتساعد شويه. اعتقد ان يعني مصر دايما الحقيقه لما بتحتاج ولادها بتلاقيهم. يعني احنا يمكن انا طبعا قاعد وسامع حقيقه الحديث بتاعك الحقيقه حاجه ممتعه جدا وحاجه مشرفه جدا. لكن انا بقول ان الرياضيين خصوصا كمان يعني مصر لما بتحتاجهم بتلاقيهم، وبتلاقيهم بقوه كمان. واعتقد ان كل الرياضيين مع البلد ومع مصر يعني. عايز اقول لك الاعلامي محمود سعد كويس قال انه الزميل خالد صلاح: يجب اصدار قرار بسجن كل مصري يظهر على الجزيره. اتكلم على قناه الجزيره وده امر كويس انه عارف محمود سعد دايما مثار جدل طبعًا، لكن طبعًا. ده امر مهم لما في وطن مفيش حياده. لا خلاص مفيش. صح. حسن نصر الله الامين العام لحزب الله قال لك انه داعش بتخدم مصالح اسرائيل، وذبح المصريين امر مغز. يعني رغم ان احنا مفيش ما بيننا وبينه ود قوي، لكن هذا الامر اعتقد ده يعني بيوضح انه الناس كلها يعني تكاتفت بشكل جيد، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هينصرنا ويكرمنا باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. خليني عايز اكلمك لان انا عايزين تروحوا فاصل الاول عشان راس الساعه، معلش راس الساعه لازم نروح الفاصل عشان العزاء، ثم اعود للحوار مع كابتن رمضان السعدي.